بما ان احنا في موسم برج الميزان، ولاني اتكلمت كتير قوي قبل كده في فيديوهات عن مميزاته، الفيديو ده انا كنت ناوية اتكلم عن اكبر 3 عيوب عند برج الميزان، بس حسيت بصراحة انه مش هينفع اختصر عيوب برج الميزان في 3 نقاط، فخلوني اتكلم ونعد في الاخر. اول عيب من عيوب برج الميزان هو انه ما بيحبش ابدا يحسم. من منطلق التردد اللي الناس كلها بتقوله على برج الميزان، برج الميزان ما بيحبش ياخد قرار. مش ان هو بيبقى متردد، لا، هو ما بيحبش ياخد القرار، دايما بيبقى خايف ان هو يندم لما ياخد قرار، خصوصا لما يكون قرار مهم ولازم ياخده، بيخاف ياخد القرار ويطلع غلط او بيخاف يندم، بيقعد يفكر وقت طويل جدا، وعشان كده في معظم الاحيان ما بياخدوش، يعني بيفضل يأجل في القرار يأجل في القرار لحد ما في الآخر ممكن ما ياخدوش أساسا. فدي أول بوينت وأول عيب من عيوب برج الميزان. عيوب برج الميزان، وبالمناسبة يا جماعة أنا برج الميزان، عشان ما تحسوش إن أنا متحاملة شوية عن البرج، لأ أنا فير إناف إن أنا أتكلم عن عيوب البرج يعني. طيب خليتوني ما شغلش المروحة عشان الصوت وقاعدة بموت. تمام. المهم، تاني عيب من عيوب برج الميزان هو انه خلقه ضيق جدا جدا، يعني ما بيعرفش يصبر على حاجة، دايما اولا بيزهق بسرعة، ده لان هو اساسا برج هوائي فبيزهق بسرعة جدا، بيتحمس للحاجة قوي، وبيبقى مثلا لو داخل مشروع جديد بيبقى متحمس ليه جدا وعايز ينجح وعايز يعمل وبتاع، وانس ان هو وصل للبوينت اللي هو عايزها بيفقد الشغف وبيفقد الحماس، بيبقى خلاص مش عايز يكمل، مش عايز حاجة تاني. الحماس بعد شوية بيروح وبيبدأ يدور على حاجة تانية تحمسه، دايما بيبقى عايز في حياته حاجات جديدة طول الوقت، ما بيعرفش يكمل حاجة لحد الآخر يطول فيها، يعني دايما لما بيتحمس لحاجة بيتشجع لها قوي وبيحط كل طاقته فيها وبيركز فيها وبيبقى مركز قوي على إنها تنجح، سواء مشروع سواء شغل سواء علاقة سواء خروجة سواء أي حاجة، بس وانس إن هو وصل للبوينت اللي هي عايزها ما بيحاولش بقى ينمي ويكبر ويكمل، خلاص بيزهق، هيا ندور على حاجة تانية نسعى فيها ونحقق فيها وهكذا. تمام. فكرة إن هو خلقه ضيق دي بقى بتخليه مش صبور، بينفعل بسرعة، يعني مش من الناس اللي هي ممكن يبقى بالها طويل أو تتأنى شوية، أو مثلا لما حد يضايقها تكتم غيظها وتصبر وكده، هو ملامح وشه بتبان عليه حتى لو كتم غيظه، وبيجز بسرعة، يعني خلقه ده مرارته ما بتستحملش. ده بالنسبة لبرج الميزان. ايه كمان برج الميزان عنده مشكلة او عنده عيب فظيع، ان هو مبيعرفش يعيش لوحده، بمعنى ان هو بيحب يبقى في حد في الحياة بيشاركه، عموما بيشاركه الحياة، بيشاركه تفاصيل يومه، بيحكي له، بيفضفض له، لما بيفرح بيحب يقول له، لما بيزعل بيحب يقول له، حد يبقى قريب قوي منه وكلوز قوي. ما بيعرفش يعيش، دايما بيبقى حواليه ناس كتير بس لازم بيكون في حد قريب كده، ما بيحبش يبقى عايش في الحياة لوحده. مش بتكلم على فكرة الارتباط، انا بتكلم على انه يبقى عنده صاحب قريب قوي او صاحبة قريبة قوي، بيست فريند يعني، حد يبقى معاه طول الوقت. تمام. ايه تاني من عيوب برج الميزان؟ برج الميزان ممكن مثلا ان هو ما بيعرفش يحكي، ما بيعرفش يحكي اللي جواه، يعني لو هو متضايق في حاجة مضايقاه منك، ما بيعرفش يجي يقولك والله انا متضايق منك في كذا 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 كذا، ما تعملش كده تاني، لا، بيزعل وبيشيل وبيفضل مخبي وبيفضل مداري فترة طويلة جدا، وبيفضل يشيل واحدة ورا واحدة واحدة ورا واحدة لحد ما في الاخر يقفل منك ويبعد عنك، وانت ما تبقاش عارف هو ليه بيبعد. هو بيبقى عدى وكبر دماغه مرة، وعدى وكبر دماغه التانية، بس بيجي بعد فترة خلاص بيقفل على ادفع حاجة بقى، على حاجة صغيرة جدا. انت مش بيكون عارف ليه، لان هو ما تعودش يحكي، هو ممكن ياخد موقف ويسيبك انت لما تعرف لوحدك، يعني
لو خدت بالك انك زعلته وصالحته تمام، ما خدتش بالك هيعديها بس مش هتعدي جواه، وبعد مرة واثنين وثلاثة هتلاقي موقف صغير قوي بيعديك انت معاه مش بيعدي الموقف. فده بالنسبة لبرج الميزان. حاجة كمان، برج الميزان بيعرف يقول كلام حلو لكل الناس، يعني بيجامل الناس كلها، وهو برج بطبقه اجتماعي بيعرف يتكلم وبيعرف يتعامل مع الناس كلها، بس بيجي عند الشخص اللي بيحبه وبتلاقي كلامه الحلو اختفى، يعني مش عارفين ايه المشكلة، بس ما بيعرفش يدلع بكلام بقى، ممكن بتصرفات، بمواقف، بنظرات، ليه طرق كتير قوي في الدلع، لكن مش من ضمنها الكلام الحلو. يعني هتلاقيه بيدلعك وحنين عليك وكل حاجة، لكن ما بيقولكش بحبك كتير مثلا، ما بيقولكش وحشتني كتير، ما بالعكس ممكن لما توحشه تلاقيه مثلا بينكشك، بيرخم عليك، بيجر شكلك في حاجة، بيهزر معاك، بلس ان هو كمان ما بيعرفش يصالح. الميزان مش من النوع اللي بيعرف يقول آسف، يعني مش من النوع اللي ممكن ايه لو غلط في حقك وهو عارف ان هو غلط في حقك وزعلك، او انت قلت له حتى ان انت زعلان منه، ما بيعرفش يجي يعتذر بقى ويقول لك انا آسف وبتاع وحقك عليا وما تزعلش مني. لا، هتلاقيه برضو بيكلمك وبيتعامل معاك كأنه ما حصلش حاجة، يعني بيحاول يلطف الدنيا من غير ما يقول آسف كده صريحة، اللي هو خلاص بقى ما تعدي بقى وفوت وبتاع، وها هتعمل ايه النهاردة، وهنخرج فين، وهنروح فين، وهكذا. وهي دي طريقة برج الميزان، يعني في ان هو يصالح. مش عارفة ايه تاني عيوب برج الميزان. ممكن ايه تاني، حاسة ان انا كده شلفت البرج، يعني تقريبا ما سبتش فيه حاجة عدلة. بس ممكن ايه تاني من عيوب برج الميزان، كرامته عنده مهمة جدا جدا، ممكن يخسر حد بيحبه وروحه فيه، اللي هو شخص مهم جدا عنده، بس يخسره ويقطع علاقته بيه ويخرجه من حياته لمجرد ان هو داس على كرامته او جه عليه. ما بيعرفش يسامح بسهولة، خصوصا لما يكون الحد قريب منه قوي وكان متعشم فيه، او ما كانش متوقع ان هو يعمل معاه كده، لانه بيبقى بيتعامل مع الناس بطريقة حلوة جدا، وبيبقى مستني منهم يعاملوه او يبدلوه نفس المعاملة نفس الطريقة، فلما ما بيلاقيهاش بيجيله احباط كده، او اللي هو بيرجع بقى يتعامل مع الشخص ده عادي. يعني لو رجعك في حياته او فضل سايبك في حياته، هيبقى بيتعامل معاك من منطلق العادي، انك بقيت شخص زيك زي غيرك، ومهما حاول هو نفسه يرجعك تاني في المكان اللي كان حطك فيه مش هيعرف، بيبقى صعب قوي. ايه كمان برج الميزان، ايه كمان عيوبه، تقريبا قلت كل حاجة كده يعتبر. مش عارفة ممكن يكون ناقص حاجة ولا لأ. برج الميزان، ماشي خلاص، يعني كفاية دول دلوقتي، وخليني لو افتكرت حاجة هعملها في فيديو كمان، أو هكتبها لكم يعني في الكومنتس تحت الفيديو. ولو حد عنده عيب شايفه في برج الميزان برضو يكتبه لي، وأنا هجمعهم وأعملهم في فيديو تاني، لو كان صح أو لو أنا نسيت حاجة، لان انا ما كنتش مرتبه قوي للفيديو، انا يعني قلت بس بالمره اطلع اتكلم عن عيوب البرج يعني. وفي النهايه كل سنه وكل مواليد برج الميزان طيبين وحلوين وامارات، وبيستحملوا على فكره، هم خلقهم ضيق بس لا بيستحملوا، وبيحبوا ويشوفوا كل الناس مبسوطين وسعداء والدنيا جميله. يعني كان في عيب كمان مهم قوي 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 قوي، مش عارفه ازاي نسيته عند برج الميزان، هو انه ما بيعرفش يقول حاضر، يعني ما بيعرفش يعتذر وما بيعرفش يقول حاضر. يعني لو انت بتنصحه نصيحه مثلا، وهو عارف انها في مصلحته، وشايف ان انت معاك حق وكل حاجه، وشايف ان انت صح ومتاكد، خلاص متاكد من كلامك، وانت جيت قلت له اعمل كذا، مش هيعند، ممكن يعمل العكس تماما لمجرد ان انت بتقول له اعمل كذا. فهو برج الميزان عايز طريقه معينه في التعامل، مش عايز اوامر، يعني ما ينفعش ابدا 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 تامره بحاجه مهما كانت هي بالنسبه له صح او مهمه في حياته يعني، او فيها خير ليه، او هو ده اللي المفروض يتعامل، بس اوعى تتعامل معاه بصيغه الامر،
حتى في العلاقات، حتى لو ابنك، حتى لو بنتك، حتى لو اي حاجة، برج الميزان ما ينفعش ابدا تحاول تجبره على انه يعمل حاجة. كمان برج الميزان ايه، كفاية كفاية بقى، احنا ايه بوظنا البرج اللي انا اساسا منه وشمت ناس كتير قوي فينا، فحقكم عليا، انا اسفة. هعمل فيديو تاني اقول فيه كل المميزات بقى، واستنوا.